يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، لا زلنا في سرد حديثنا عن الإسلام. يقول ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام إخوة الإيمان هو دين الرحمة ودين التسامح ودين الوفاء بالعهود حتى للأعداء. وتعلمون جميعاً أن اليهود ما ذاقوا طعم الأمن والاستقرار إلا في ظل الإسلام، وما تعرض اليهود للأذى إلا يوم أن نقض اليهود العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما عرف الصليبيون والنصارى الأمن والسلام إلا في خلال الإسلام. اقرأوا العهدة العمرية التي منحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إيليا، لأهل بيت المقدس، يوم أن جاء من المدينة ليستلم مفاتيح بيت المقدس. أعطاهم عهداً بالأمان على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم. وفي الصحيح قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي حسين إلا أننا أخذنا المشركون فقالوا لنا: أتريدون محمدا؟ قلنا: لا. فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: وانطلقت أنا وأبي حسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بما قاله لنا المشركون وما قلناه نحن للمشركين. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب. قال لحذيفة وأبي حسين: انصرفا، أي لا تشهدا معنا المعركة. انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. إخوة الإيمان، ائتوني بأبلغ أهل الأرض يجسد هذا الوفاء. هذا هو ديننا، هذه هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسلم له عندنا معاملة، والجاني له عندنا معاملة، والعدو له عندنا معاملة، والحبيب له عندنا معاملة.
لقد وضع الإسلام القواعد والضوابط وبين كل شيء. إخوة الإيمان، لما أعلنت أمريكا مبدأ حقوق الإنسان بنص القانون أبقت استعداد الجيوش قرناً آخر من الزمان بعد إعلان هذا القرار النظري. فالإسلام إخوة الإيمان لا يقدم مثلاً نظرية، بل يقدم مثلاً عملية ربانية نبوية للتألق في دنيا الناس سمواً ورفعةً وجلالاً وروعةً وجمالاً. لقد تحولت هذه المثل إلى واقع عملي في حياة الناس، قررها أن أعلنها المصطفى صلى الله عليه وسلم مدوية: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أعلنها المصطفى صلى الله عليه وسلم مدوية في بغي من البغايا لبني إسرائيل أدخلها الله الجنة في كلب، لأنها رحمت كلباً وأحسنت إليه. أعلنها صلى الله عليه وسلم مدوية أن امرأة دخلت النار في هرة. هذا هو الإسلام، هذه هي أخلاقنا، هذا هو إسلامنا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما فتح الإسلام والمسلمون مدينة سمرقند وعرف أهل سمرقند أن فتح المسلمين باطل. لماذا إخوة الإيمان؟ لأن المسلمين دخلوا المدينة عنوة دون أن يعلموا أهلها الإسلام، إما أن يقبلوا أو يدفعوا الجزية أو يدافعوا بالقتال. هكذا علمهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لما فعلوا ذلك أرسل أهل سمرقند رسالة لعمر بن عبد العزيز بيّنوا له فيها أن فتح المسلمين باطل، فما كان من هذا القائد العملاق الذي تربى في نبع النبوة إلا أن أصدر أوامره للجيش بالانسحاب فوراً، فخرجت الألوف المؤلفة بين يدي هذا الجيش شاهدة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاقنا، هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على تاج المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فيا إخوة الإيمان، الأمة كلها مطالبة بأن تتحرك بكل قوة وأن تستعد بكل طاقتها وبكل الإمكانيات لتبين حقيقة الإسلام المشرقة. فيا أخا الإسلام، إن كان لك صديق في بلاد الغرب أو في بلاد الكفر، أرسل إليه رسالة أو شريطا أو محاضرة. لا بد أن تعمل شيئا للإسلام، لا بد أن تعيش للإسلام. أوجد لنفسك دورا لتخدم فيه دين الله تبارك وتعالى. لا بد أن تعيش للإسلام وأن تنام وعيناك مليئة بالدموع على ما يفعله اليهود الكفرة في فلسطين، وبما يفعله المجرمون في مسلمي بورما، وما يفعله عباد البقر في كشمير. إن لم تتحرك الآن يا أخا المسلم، فمتى ستقدم لهذا الدين؟ إن لم تحمل كل ما تملك من عقل وقوة وفكر وإرادة ومال وولد وجاه وحركة لهذا الدين، فمتى ستبذل؟ إن الأمة كلها يجب عليها أن تبذل ما في وسعها لدين الله تعالى، وهي على ثقة مطلقة أن الأمريكان لا يتحكمون في الكون ولا يدبرون دفته، ولا يدبر الغرب دفته، إنما يدبر هذا الكون ملك الملوك سبحانه. لا بد أن تمتلئ القلوب ثقة يقينية بالله تعالى. لا بد أن نعلم أن الذي يدبر الكون هو الله، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وعلمه وحكمته وإرادته وقدره. ولا تظن أن الله قد خلق الخلق وغفل عنهم، حاشا لله، لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه في كتابه العزيز حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق،
والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وألف بين قلوبنا واجعلنا إخوة متحابين فيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته سالما غانما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين أينما حلوا وتعينوا. اللهم اشف مرضى المستشفيات، نزلاء المستشفيات، اللهم عجل لهم بالشفاء والدواء والعودة إلى أهليهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله، نسألك في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، في هذا المكان المبارك، أن تنصر إخواننا في غزة، أن تنصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا. اللهم سدد رميهم وسدد خطاهم ووحد صفوفهم ووحد كلمتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اهلك عدوهم، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم عجل بهلاك الكفرة واليهود وتخليص بيت المقدس من أيديهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارته والصلاة فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا على صعيد عرفات، واجمعنا في الجنة عندك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن سبقنا بالإيمان ولمن أسس هذا المقام أو سعى فيه في مصالحه يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.